اسمك والمرحلة اللي بتقدم فيها؟ أنا مدونة سمير، بخدم في عدرا بنات سنة 5. كورولوس، سنة 6 العدرا بنين. كريستين عماد، إعدادي بنات. كريستين روماني، بخدم رابعة بنين. بيتر أيمن، مرحلة سنة. جوستين، بخدم في ثانوي بنات أولى سنة. إيهاب رفلة، أمين أسرة ثانوي أبا بخوم. في حاجة ما كانتش عاجباكي وأنت مخدومة ولما بقيتي خادمة حبيتي تغيريها؟ في حاجات كتير، بس أكترهم يعني إن أنا أقرب من البنات عندي، أصاحبهم. يعني ما كنتش بلاقي ده، مش في كله الصراحة، يعني في بعض الخدام، فأنا بحاول أعمل كده وأبقى قريبة منهم أكتر. ما كانش عاجبني إن الخدام بيتكلمنا كتير بصيغة الأمر، فلما نزلت أنا الخدمة حاولت إن أنا صاحب الولاد شوية، الافتقاد شوية، بس يعني مش عارفة أعمله قوي بسبب الكورونا، بس بحاول في التليفون. نقطة الاهتمام إن هما كان مثلاً بقى في حد معين هو اللي محطوط عليه الشغل كله، فهي دي حتة المخدومين الظاهرين شوية. كان عندنا في الخدمة كان الخدام بيهتموا أكتر بالمخدومين اللي هما أصلاً باينين بمسرح أحيان كرار الحديد كلها، فلما نزلت خدمة حبيت أخلي المخدومين اللي مظهرين يظهروا شوية. لما كنت مخدومه كان دايما الخدام بيركزوا مع المخدومين اللي هم عاملين صوت وصحاب مع بعض دايما، وبقى في كده ناس لوحدهم، فلما بقيت خدمه بقيت احب اقرب من الناس اللي قاعده لوحدها. ايه اتغير في افعالك لما نزلت الخدمه، او ازاي الخدمه اثرت فيك؟ اكتر حاجه الخدمه غيرتها فيا ان انا بتحاول انمي نفسي عشان اعرف ادي، ان انا لو فاضيه مش عارفه ادي. انا بقيت اخد بالي من تصرفاتي جامد، اللي هو مفيش بوستات على الفيسبوك، مفيش ستوريهات على الواتساب، حتى لو هم عندي على الواتساب وعايز انشر حاجه في هايد عندهم كلهم. اثرت فيا في اني بقيت اخد بالي شويه من كلامي، ان ما اقولش حاجه انا ما بعملهاش، يعني راقبت نفسي شويه، ما بقتش انزل بوستات خالص. بقيت باخد بالي جدا من كلامي وتصرفاتي انا واقف في كنيسه وانا بهزر او انا بتكلم عن نفسي. ليه بتخدم؟ بخدم عشان نفسي اكون بوصل رساله كان نفسي توصلي زمان وما وصلتش، ان حد يحتويني ويدخلني الكنيسه. بخدم عشان انا حصل لي دروبين كده، فقلت ان انا بعد الدروبين دول لازم ان انا اخدم واقرب من ربنا، ان انا محتاجه الخدمه اكتر من المخدومين محتاجين، عشان احنا دقنا جمال الكنيسه فبنحاول ندوق للمخدومين. مثال عشان انا محتاج الخدمه شويه، شايفها انها طريقه انها تقربني من ربنا. هل بتتعامل مع المخدومين بشخصيتك الحقيقيه، ولا في شخصيه بتبقى مع اصحابك وشخصيه تانية خالص مع المخدومين؟ لا، صحابي حاجة والمخدومين حاجة تانية، مش هينفع الاتنين يكونوا نفس طريقة التعامل أكيد. لا هي لا، بتعامل معهم هي الشخصية، لأن هم شوية قريبين مني في السن. لا هي نفس الشخصية، بس طبعا يعني في حبة ليميتس كده ما تنفعش تطلع مع المخدومين. عمرك قلت للمخدومين يعملوا حاجة أنت مش بتعملها؟ زي صلوا يا أولاد، صلوا عشان ربنا يقبل مننا، وأنا في البيت قاعد عادي تمام. يا أولاد هنروح نتناول. مش ما بعملهاش، بعملها بس مش عارفه اعملها بانتظام زي ما بقول لهم. يعني قلت حاجه انا مش عارفه اعملها، يعني عارفه ان ده صح بس انا مش عارفه اطبقه في حياتي. حياتك على السوشيال ميديا اتغيرت ازاي؟ لا عادي، هي كده كده باخد بالي. لا ما اتغيرتش، هو نفس الشخصيه، انا هو باخد بالي من بدري من الحاجه اللي انا بنزلها. بقيت باخد بالي جدا من اي حاجه بشيرها، اي ستوري بنزلها. لا يعني في حاجات كتيره اتغيرت في السوشيال ميديا، بقيت باخد بالي قوي من اي حاجه بعملها. المخدومين بيتعاملوا معاك زي ما كنت بتتعامل مع خدامك، احسن ولا اسوء؟ هي مش احسن ومش اسوء، بس هي الفكره ان هم عندهم جراءه شويه عننا واحنا جيران. لا المخدومين دلوقتي عندهم جراءه رهيبه جدا، المخدومين عندهم جراءه يسالوا في اي حاجه، اللي هو نازل رايح فين. لا اكيد الوضع اختلف جدا عن زمان. اكمل، الخادم ما ينفعش يكون ممثل. ما ينفعش ما يكونش على صورة سيد المسيح. خادم ما ينفعش يكون مش معطاء، لازم يبقى عنده طاقة ان هو يدي على طول من غير ما يستنى مقابل. ايه الايجابيات والسلبيات اللي لاحظتها في الدفعة اللي اتخرجت؟ ممكن سلبية من السلبيات اللي لاحظتها عدم الالتزام بالمواعيد، دي للأسف مش في الدفعة دي بس، انا في اغلب الدفعات اللي تيجي ده خدام في تهاون شوية في المواعيد، وده للأسف بيأثر بالسلب بعد كده عليكم كخدام لما بننزل الخدمة، إن ما بنعرفش نلتزم مع أولادنا في المواعيد، للأسف أولادنا برضو بيتعلموا الموضوع ده. الإيجابيات اللي لقيتها روح التصميم والعزيمة، الدفعة دي كان نفسنا تتخرج، نفسنا تتعلم، عندهم روح المبادرة، عندهم روح التشجيع لنفسهم واللي حواليهم إن هم يشتغلوا،
دفعة كان يعتمد عليها، كنا بنكلفهم بكتير من الحاجات والأمور كانوا فعلا جديرين إن هم يلتزموا بيها. إيه شعورك والمخدومين اللي خدمتهم وهم صغيرين بقى قدام؟ بصراحة شعور حلو جدا، ما حدش هيحسه لما يكون في مكاني. أولادك اللي تلاقيهم مثلا أنت خدمتهم في كيجيهات، كنت بتجيبهم من البيت وتوصلهم لحد الكنيسة، وكنت معاهم في مراحل مختلفة، فجأة ربنا اداهم نعمة وكبروا وبقوا خدام حلوين جدا، بقوا زمايلنا وأصدقائنا في الخدمة. فالموضوع عامل زي البذرة الصغيرة اللي أنت بتفضل تهتم وتراعيها، في الآخر بتلاقي الثمر بتاعها. باعتبار إن إحنا في إعداد خدام كان قبل المحاضرة في تنبيهات وبعد المحاضرة في تنبيهات، في تنبيه أخير حضرتك حابب تقوله لنا؟ هي تنبيهات لينا أولا وليكوا ثانيا ولأي خادم في حقل الخدمة. تنبيه مهم إن أنت حاول تكون الخادم اللي كان نفسك يخدمك وأنت صغير. حاول التأثيرات أو السلبيات اللي أنت دايما بتشوفها في غيرك من الخدام حاول إن أنت تصلحها فيك أنت. حاول تكون قدوة لكل شخص حواليك، حاول ما تكونش سبب عسرة لأي حد. حاول فيما بعد إن أنت تخرج خدام أقوياء، لأن أولادك اللي أنت هتخدمهم دلوقتي هم برضو اللي هيجوا لك في المستقبل ويبقوا خدام معاك، وهم اللي هيخدموا أولادك في المستقبل. أستاذ هبه، حضرتك ليه بتخدم؟ يعني أولاً الواحد اختبر قد إيه وجوده في الخدمة بيبقى فرحة كبيرة ليه شخصياً، استفادة كبيرة ليا، حياتي كلها بتتغير بسبب وجودي في الخدمة على مدار سنين طويلة عدت. يعني بخدم لأن هي دي الرسالة اللي السيد المسيح علمها لنا، إن إحنا من تعلم يقدر إن هو يعلم، وزي ما أنت شربت كنيستك وعرفت كل مبادئها دورك إنك أنت توصل ده لأولادك. بتخدم حاجات كتيرة جدا لأنك أنت نفسك محتاج للخدمة، أنت نفسك بتتغير نتيجة وجودك في الخدمة، لأن هي الخدمة زي ما بيقولوا كده والكنيسة بوجه عام هي مستشفى كبيرة فيها مرضى بيعالجوهم برضو مرضى، فإحنا بنخدم وإحنا مرضى ولسه بنتعالج علشان نكون أصحاء. الخدام اللي بيخدموا بيكونوا شباب، فيحصل إيه لو فرق السن بين الخدام والمخدومين بسيط؟ حضرتك شايفها إزاي؟ هو فعليا احنا بالنسبه لنا في اسره ثانوي السنه دي بنعمه ربنا منكم انتم في مجموعه نزلت معانا في خدمه وهي سنها اولى او ثانيه جامعه او ثالثه جامعه على اقصى تقدير، وكانت فعلا الموضوع بالنسبه لنا هو سلاح ذو حدين عشان نكون متفقين، ليه مميزاته وليه عيوبه، لكن احنا كنا شايفين مميزات اكتر. المميزات ان هو يبقى سنه قريب من المخدوم، بيقدر يكون صداقه، ممكن الكبير شويه او لما يبقى فيه جاب في السن كبير بيبقى صعب الصداقة دي تكون متواجدة، ولكن الصداقة اللي بتبقى موجهة، بمعنى ان انا افضل قوي ان يبقى المخدوم اللي في اسرة ثانوي هو صاحبه هو الخادم نفسه، فده بيوجهه اتجاه اكيد ايجابي. فدي مميزات مهمة جدا انه يبقى دايما يعني قريب ليه، حتى على المستوى البدني يقدر يروح معاه يلعب كورة هيبقى سهل بالنسبة له، يقدر يروح مع جيم، ودي من الحاجات الحلوة اللي فعلا متواجدة. اما على المستوى السلبي طبعا تقارب السن شوية بيفقد حتة ان ده الخادم المفروض يكون ليه يتقال له يا مستر، المفروض انه ما يتقالوش باسمه. احنا للأسف عندنا المشكلة دي ان علشان تقارب السن فبدأ يحصل تبسيط شديد جدا، ان سهل قوي ان الخادم يتقال له يا فلان وساعات بالدلع كمان. لا، احنا دايما بنقول لهم خلي بالكو لازم يكون السن قريب بس لازم يكون في حدود، ولازم انت الخادم وهو المخدوم، وفي وقت من الاوقات لازم يبقى عندك الجزئية دي وتفصل معاه. فدي يمكن من ضمن العيوب شويه. ايه اللي ناقص الخدام الجداد؟ بص، هو مفيش حاجه اسمها خدام جداد وايه اللي ناقصهم، لان انا في رايي ان احنا طول ما احنا موجودين في الخدمه احنا كل يوم بنتعلم حاجه جديده، وكل يوم بنبقى محتاجين ان احنا ننمي من قدراتنا ومن تفكيرنا وقدراتنا، فمفيش حاجه اسمها خادم جديد ناقصه حاجه، لكن هو احنا كلنا مع كل يوم جديد في الخدمه بنكتسب شيء جديد، علاقتنا بتبقى اقوى مع ربنا المفترض، مداركنا بتبقى أوسع، مهارتنا بتبقى أكثر تنمية يعني. فعشان كده بقول إن أي خادم سواء كان جديد أو جديد أو قديم، إنجاز التعبير يعني قديم وجديد، لكن هو في النهاية محتاج إن كل يوم ينمي من نفسه، كل يوم يتعلم. حياة التلمذة هي المبنية عليها كنيستنا، فطول ما احنا عايشين جوه الخدمة تحديدا فاحنا كل يوم تلاميذ جداد بنتعلم حاجة جديدة. رسالة للمخدومين اللي بقى خدام.
مش أنا اللي هقول الرسالة، أنا دايماً بشوف إن دايماً في آية في الكتاب المقدس على لسان معلمنا القديس بولس الرسول لتلميذه تيموثاوس، بشوفها إن هي دي اللي لازم يتحط عليها الزبط، اللي هو كن قدوة للمؤمنين في الكلام، في التصرف، في المحبة، في الروح، في الإيمان، في الطهارة. لازم كل واحد من الخدام يكون حاطط الآية دي قدامه كويس قوي، عليها زبط منور، إن أنا في كل خطوة لازم أكون قدوة للمسيح. سيد المسيح كان قدوة لينا، وإحنا للأسف بنفتقد جداً وجود خادم قدوة. ويمكن أنا دايماً حتى مع الخدام في أسرة ثانوي بتكلم كتير على الجزئية دي، أنت وجودك قدوة، المخدوم حاطط عليك الأزبط دايماً، شايفك، بيشوف تصرفاتك، بيشوف أفعالك، بيشوف كلامك، بيشوف قراراتك، زي ما كمان نقطة مهمة جدا دلوقتي، بيشوف بوستاتك على السوشيال ميديا عامة. كل ده بيبقى محض تركيز قوي من المخدوم، ودايما مراقبة منه. فأنت لازم تكون قدوة ليه، فعشان تكون قدوة ليه يبقى لازم كل عمل بتعمله وكل كلمة بتطلع منك وبتقولها لازم تكون قبل ما تتقال أنت عارف الواقع بتاعها إيه على المخدوم. كن قدوة.